مصادر تكشف عن تفاصيل اختفاء عائدات النفط والغاز في محافظة مارب، فلنشاهد التفاصيل. كشفت مصادر مطلعة عن مصير إيرادات النفط والغاز المستخرج من مارب، والذي تم تصديره وبيعه خلال العام الماضي والاستفادة منه من قبل شخصيات فاسدة متورطة في نهب المال العام. وأوضحت المصادر لوكالة خبر أن قيمة عائدات مبيعات النفط والغاز في السوق المحلية بلغت خلال العام الماضي 129 مليار ريال تم إيداعها لدى شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات بدلا عن البنك المركزي اليمني، حيث أفادت المصادر أن الإيرادات تحول إلى شركات خاصة لكي لا يضعوها في البنك. وبعد ربط البنك المركزي في مارب بالبنك في عدن في اتفاق بن معياد والعرادة بوساطة سعودية أواخر العام 2018، تم تجنيب الأموال وإيداعها في شركة صرافة لكي لا تدخل في عملية الرقابة والمحاسبة ولكي يتم تحويلها إلى الخارج. وأكدت المصادر أن المبيعات الخارجية من النفط المنتج من حقول مارب وصل إلى 15 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 360 مليون دولار، ارتفعت مع نهاية العام إلى 20 ألف برميل يومياً.